هذه الأوراق لازم بنوافي وقعها ضروري. هي لسه لازم. يوبا لا تروحين ذاك الراعي، تعالي لقاء. أنا أقول لك خلاص تتجوزي، عايزة منه. خلاص. صادي والله. زين، إيش رأيك هالويكند تقول حق مرتك إنك بتروح الشاليه مع ربعك، وأنا أقول حق خالتي وبناتي ونلتقي هالأسبوع، إيش رأيك؟ لا ندوي. تونا الأسبوع اللي طاف قلت لها إني بروح الشاليه، أقول لها مرة ثانية بعد؟ بتشك فيني؟ لا. هذا خوف منها ولا خوف عليها ولا على مشاعرها ولا شنو بالضبط؟ لا خوف منها ولا شيء، احنا الحين امورنا طيبه ومستانسين، ليش نفتح لنفسنا بيبان؟ زين عيل انا رايح المكتب. زين ليش زعوله؟ ليش زعوله؟ ما ازعل بس هم محتار. انا ملهوفه عليك بشوفك وانت قاعد تفكر بريم؟ حتى انا اشتاق لك، حتى انا اكون ملهوف عليك، بس انا ما ابي اخرب على عمرنا، هي مرتاحه واحنا مرتاحين. الظاهر يازلك. بيتين وحرمتين، يلا بعد شو نسوي؟ غصبا علينا لازم نقبل. وبعدين معاك؟ خلاص لا بعدين معاي ولا شيء، انا رايح المكتب عشان لا تعصب. البنات. الو؟ اي انا امنا محمود. ايش فيها بنتي؟ تبيني اي عندكم؟ ليش؟ درجاتها. ايش فيها درجاتها؟ زين زين، انا عقب الدوام راح امر. اي اليوم اليوم. شكرا شكرا، مع السلامة. عمرها درجاتها زينة، ايش فيه؟ خارتها بآخر امتحان. آه يا البنات. سلمان، المناقصة هذه اللي عندك لازم اليوم نخلصها، لأن عمي إبراهيم قايل لازم اليوم كل شيء يكون خالص، وعلى فكرة ترى اليوم في اجتماع. زين أنا هذه ما أقدر أعتمدها قبل ما أشوف الموقع. تقدر، أنت قدها، روح الحين شوف عين الموقع وإن شاء الله خير. قوم يلا روح أشوف الموقع. قواك الله. يقويك ربي. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا منال. شلونك؟ شلونك؟ زينة؟ تمام الحمد لله. يسلمك. يلا انا خليكم بروحكم، عندي شغله بخلصها. يلا سلام. ها ايش رايك بالسبرايز؟ الا احلى سبرايز بالدنيا. هلا مرتي العزيزه، شلونك؟ تمام الحمد لله. ايش الزياره هذه اللي غير متوقعه؟ اي خلاص انا ما مو نفس اول، راح اتصل واقول لك ترى انا جايه وهذا، لا الحين بين وقت والثاني راح اتفاجئ. يبا المكان مكانك من غير ما تدقين. اطلب قهوه. ما ابي قهوه. ما تبي قهوه؟ عجيبه. منال ما تبي قهوة؟ صاير. خلاص قطعت القهوة. قطعت القهوة؟ سوي دايت يعني؟ المهم ما ادري احس فيك شيء يعني
زيارتك هذه اللي مني والطريق ما ادري احس براسك شيء مرتي واعرفك حبيبتي قولي صاير ها عرفت الهيئه اللي قدمتي عليها واللي خاطر تشتغلين فيها كلموك لا لا عيل الجنطه اللي طلبتيها وصلت هم لا ساره صاحبتك هذه بتتزوج هم لا هم لا زي صاير قولي اليوم اي عرفت اني حامل حامل اي مي من البنات المتفوقين عندي بالمدرسة على مدار السنة بس هذا الشهر نزلت وايد درجاتها عشان كذي استدعيناك ماني قادرة أصدق اللي قاعدة أسمعه معقولة مي بنتي يصير معاها كل هذا وأنا ما أدري طيب أستاذة ليش ما قلتوا لي قبل ليش توكم تقولون حبيت أعطيها فرصة مثل ما هي طلبت بس للأسف ما تحسنت درجاتها طيب أستاذة إحنا عندنا وقت نعدل علاماتها قبل لا تنزل رسمي بالشهادة والله المدرسات وايد يحبونها لأنها متفوقة ومتعاونين وياها بس إذا هي شدت حيلها إن شاء الله مشكورة وما قصرتي أشكركم على تعاونكم ممكن أحتفظ بدرجاتها هذه عندي بس خليني أصور لك إياها أعطيك نسخة إن شاء الله شكرا عفوا لا والله متى أنت تروح سينما مع دلال والله أنا أحس إن أنت خلاص بلشت تمل مني تحبني لا أنا مو مصدقة أحلف إنك تحبني من قاعدة تحاكي منو هذا ألو ألو منو هذا من قاعدة تكلمين قولي لي من قاعدة تكلمين درجاتك كلها نازلة راح تضيعين مستقبلك راح تنطرين من مدرستك منو هذا اللي تكلمينه تحجي يما أنا أنت شنو منو هذا يما أنا أحبه وهو بعد يحبني وقال لي إنه هو بيتزوجني ما شاء الله بهالعمر تحبين وهو كم عمره عمري هو بالجامعة وقال سنتين ويتخرج بس سنتين مو وايد سنتين على ما يكون نفسه بعد ويتم معاك بهالفترة كلها يمكن يتزوجك ويمكن لا قاعد يقص عليك عدل ولا لا تحجي يما خالد يحبني وقال لي انه ما راح يهدني وايد زين عطيني رقمه يلا احاكي الحين انا بكلمه يلا كلمينه اي اكلمه يما اكلمه هو مو يبيك خله كلمه يعطيني رقم امه عادي مو ضروري نعمل له خطوبتكم خلي امه تي تتكلم عنك الحين اذا هو صج واذا هو كذب انت تعرفين راسك من ريولك ليش يقص عليك يلا اعطيني رقم الحين اعطيني لا حول الله لا حول الله لا حول الله لا حول ولا قوه الا بالله يمه حبيبتي انت تعال يمه حبيبتي انا امك اكثر وحده بهالدنيا تتمنى لك الخير انت بكري واول فرحتي ورفيقه عمري ودربي يا يمه يا حبيبتي انت لازم تقولي لي منو هالشخص اذا هالشخص صدق يحبك ويبيك وما قاعد يقص عليك بيسوي المستحيل عشان يخلي امه تحاكيني واذا هو ما يحبك يا يمه ما له داعي يلعب عليك ولا يلعب بمشاعرك يا يمه صح ولا لا بعدين الحين انت سمعي يمه لازم تقولي لي كل شيء صار معك متى حاكيتي منو اللي اعطاك رقمه وين شفتي قعدتي معه ولا لا شفتي ولا لا يا يمه قولي لي كل شيء انا ما لا راح اعصب اوعدك ما اعصب ولا اتنرفز ولا اقول لك ولا شيء انا كاني الحين صديقتك قاعده معك احنا مو طول عمرنا صديقات يمه انا مو صديقتك يمه انا صديقتك ولا لا احنا مو صديقات كنا يمه كنا انت الحين وينك عنا كله ما اعرف اجاتك طلعاتك روحاتك شياتك وين ما تقعدين وين ما تروحين كله رفيجاتك حتى الشاليه قمتي تروحينه مع رفيجاتك انت تغيرتي ما عندنا احنا اهم شيء بحياتك مثل قبل
تذكرين شقتنا قبل شلون كنا يا يمه؟ كل شيء تعرفين عنه، كله صغيره وكبيره، اكلنا، دراستنا، طلعتنا. يمه انت تغيرتي. اقول لك شيء، من وفاه ابوي وانتي متغيره يمه. ما تشوفين خواتي 24 ساعه قاعدين مع يدتي، وانا كله قاعده بروحي. ما لقيت احد يهتم فيني ويحبني كثر خالد. والصراحه انا احب خالد وهو يحبني. صح كلام يمه ولا لا؟ لا ها؟ زين انا ابي رقمه اليوم. الحين تعطيني رقمه؟ الحين ما اطلع اليوم من دارك الا لما اعرف هو منو. قولي لي منو، اعطيني رقمه الحين. مساء الخير. مساء النور. انتي؟ ايه انا حامل. شوفوا هذا، شوف هذا بسنه هو صغير. شوف تقريبا عمره شهر قالت لي، عرفت؟ شوف هذا لونه شحلاته، شوف هاللون حياته ينن، شوف مبين. وفي شغلات بعد انا طلبتها اقدر اطلبها عن طريق الانستغرام. انا ايش قايل لك؟ احنا مو كنا متفقين نأجل الموضوع؟ بكيفك شو ولا شنو؟ كنا متفقين لما كان زواجنا بالسر، بس الحين خلاص مرتك درت وطلقتها، يعني سالفتها خلصت. شنو مشكلتك الحين؟ عطني سبب واحد يخليك تأجل موضوع اليهال. فقمتي حضرتك، قررتي على كيفك ان انت تحملين وتجيبين مني عيال، ولا كنا في ريال. لا مو على كيفك، انا اللي اقرر. على الاقل تستشيريني، تقولي لي قبلها، مو خذوه وغلوه، مو كيفك تتحملين. احنا متفقين اصلا، انا قايل لك ما ابي منك عيال. ايش قاعد تقول فواز؟ ايش قاعد تقول؟ فهمني اللي سمعتيه. تلزقتي فيني مش مكتب، ليه تزوجتك؟ خربتي بيتي اخترب بسبتك، طلقت زوجتي، ولدي ما يدري لا عني ولا عن امه، كل واحد فينا بصوب، كل هذا تحت راسك. والحين يا تقولي لي حضرتك بارده مبرده؟ والله انا حامل. انا فواز؟ انا خربت بيتك؟ انا كنت اتلزق فيك؟ ليش؟ واي بيت اللي تتحكي عنه؟ بيت اللي كنت 24 ساعه تتشكى منه؟ بيت اللي مرتك كانت حاملتك وما تبيك اساسا؟ بعدين ليش ما تبي من يهال؟ تبي عصام يكون وحيد؟ ولا لا لا لا؟ مو قادر تصرف عليه صح؟ شنو بالضبط؟ فهمني شنو مشكلتك؟ انت كذاب. لا لا انت قادر تصرف مو على واحد، على عشر. فهمني؟ اي انت للحين تحبها. انت للحين تحب امال. وبتحسف انك خذيتني. بتحسب انك تزوجتني صح؟ انت بتحسب. زين روح. روح لها. ليش؟ شنو ذنبي؟ حرام عليك، شنو ذنبي؟ انا جايتك مستانسه وجايتك سعيده لان انا حامل. تكسر فيني ليش؟ شنو سويت لك انا يا اخي؟ تخاف ربك. حرام عليك، روح لها. روح لها، قد تحترين ابوس وقلاتك. وين انا متحسف ولا ادمان؟ لا ادمان يا بيت يا مال. حرام عليك، حرام عليك، كسر فيني. حرام عليك. وياها من الفيل دم دم دم، كان يقول انا اقوى واحد بالغابه، معناتها انا ملك الغابه. وبعدين ياهم الغزال قال لا، انا اسرع واحد بهالغابه واحلى واحد، يعني انا ملك الغابه. والولد قاعد من بعيد يشوفهم يراقبهم، يبي يعرف الحين منو ملك الغابة. كان يسمعون صوت قوي من بعيد، يركض يركض ويجيهم ومعصب حيل، اللي هو الأسد.
كان يقول لهم لا أنا ملك الغابة، أنا أقوى واحد وكلكم كلكم. طلع منو ملك الغابة الحين؟ أسد. شنو؟ أسد. هذا الأسد؟ قال ليش ما تقول لي إن هذا الأسد هو ملك الغابة من الصبح؟ ها؟ ما تقولي ليش جايبتنا؟ لا هو ويكند ولا عطلة، جايبه عشانه وقاعدين هني، سالفتنا؟ لأني ولهت عليك. أنت على طول لاهي مع ربعك وما تدري عني، فقلت أبوقك منهم شوي. فيصل أنا أبيك حقي بروحي. ما أبي أحد يشاركني فيك. فقلت إني هني نغير جو ونكسر الروتين. تدري بنتي أنا صار لي سنين متعود على الحياة العزوبية، مو متعود على الحياة الزوجية هذه، يعني مو متعود يعني وين داش وين طالع. يعني أنا قايلك من قبل وين كنت، ايش كثر طولت، بس أنت من تسأليني أنا ما أدري شو يصير يعني. شوف سلمان ايش كثر حاول إنه يسيطر علي، يسوي روح أخوي العود وهذا، وين رايح ورا، أنا ما أعطي وجه ولا ألقي وجه، بس ما أدري. فيصل ترى أنا أحبك. أحبك. أنا أسعد واحدة بالدنيا. أنت بالنسبة لي مو بس زوجي، أنت صديقي وحبيبي. احنا علاقة عشاق، حبيبين، كل شيء حلو بالدنيا. انت ما تحس كذي؟ الشاورما وايد مهمة بهالبرد. وايد مهمة. على فكرة، شاورما من غير طماطم. أمولة؟ ألا يمه؟ تعالي 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 أبيك. نعم يمه. هاتش. شنو هذا؟ بطاقة عرس، بس هالعرس غير عن العروس اللي رحتيها معاي كلها. يقول لك جايبين 4 مطربين وبيسوونه على 3 أيام، الحريم كلها تبي تروح. يمه أنا خلاص كرهت الأعراس والروحات والردات هذه، وما أبي أروح ولا حفلة. أنت إيش فيك؟ ليش كذي حابسة عمرك؟ لا حبسة نفسي ولا شيء، بس الناس اللي وجبتها شفادوني في بالله، لين ضاع بيتي وراح رايلي مني. الحين كل الناس اللي يطلعون ويوجبون أهاليهم سووا فيهم نفس ما سوى فواز؟ أنت رايلك طلع ردي، بعدين هذه مشكلته مو مشكلتك. يما عاد قلت لك خلاص ما أبي أروح غصب هو. وإذا قلت لك تروحين عشان خاطر أخوك بسام؟ وبسام شك بالموضوع. بسام طلب مني أشوف له مرة. صج؟ خوش خبر والله. مدام خوش خبر امشي معي، انت طمش ونشوف لنا خوش بنية حق اخوك. معقولة يما؟ ماكو ولا بنت تخطبين هالبسام؟ على هالروحات والردات اكيد في كم بنت ببالك. امال انا كلمتي واحدة، تروحين معي يعني تروحين معي. خلاص يما اروح معاك وامر لله. اسمعني عدل، اذا مفكر انك تستغل بنتي ليش انها يتيمة فانت غلطان. دام أنا موجودة ما راح أسمح لك ولا راح أسمح لأي إنسان إنه يستغل بنتي. رقمي موجود عندك، تخلي الوالدة تكلمني إذا أنت صاج وما قاعدة تلف وتدور. ولا تنسى ترى رقم ماي عندي وموبايلها، لا تحاول تتصل فيها أبد ولا تفكر إنك تتصل، فاهم ولا لا؟ يلا مع السلامة. الله حكي فاضي. مراهقين بعدهم مخلص دراسة يقول لي أبيها على سنة الله ورسوله وحالة.
البنت معاها حق. أنا فعلاً لهيت بنفسي، مخي كله مع فيصل. أنا ابتعدت عن بناتي حيل. يا ربي شو أسوي؟ مو بيدي، أنا بعد إنسانة ولي قلب ومشاعر. ألا قولي لي منال، هل اللي قالتها لي أمك صدق؟ الله، والله إنك فرحتيني يا بنيتي. تبين الصدق؟ أنا يوم شفت إبراهيم الصغير فعلاً عرفت أن ما أعز من الولد إلا ولد الولد. الله يبلغك فيه معرس يبا، وتشوف عيالي بعد. بس ها، مو تحب عيال سلمان أكثر من عيالي؟ كان قاعد أقول لك بالحين. يبا أكيد إني بعد بينهم. شو قالوا لك؟ هذول أحفادي مو حريمي. حريمك؟ ليش؟ كم حرمة عندك أنت؟ ولين يبا حريمي قاعد أتغشمر ويا بنيتي، أتغشمر ويا منال. أنا عندي غيرك، أنت حريمي، كلك أنت أي حريمي. خلاص تغشمر مع بنتك، تصبحون على خير، بروح أنام. يه، كنا من صدها الوالدة؟ لا لا والله قاعد تغشمر، أكيد من صدها. أشوف أزعلت. أكيد يبا تزعل، أنت ما تدري يعني هي تغار عليك؟ أنا شو قلت؟ ما قلت شيء يبا. لا، كل هذا وما قلت شيء. اسمعني يبا، دير بالك على أمي، ترى أمي حاطتك فوق راسها وتحبك وتسوي أشياء يمين ويسار. أنا كان قلت لك من الحين أنا. يبا يلا أمرنا لله، قولي لي ريلك وين فيه؟ ريلي أختي دقت علي قالت له تعال نبيك شوية بالبيت، وراح لهم. إي عافية عليه، عساه على القوة. إي كذي الريايل، مثل ما يقولون الريال اللي ما فيه خير لهلا ما فيه خير للناس. نوف تيانيتي ولا شنو؟ مو صاحية تبين تزوجين ريال كبر أبوك؟ وين عقلك؟ يمه ما تشوفين بنتك؟ ايش فيها بنتي؟ بعدين يما انا شنو بغير اني افرح فيكم واشوف كل واحد متهني ببيته؟ وبعدين ما تدري يمكن تحبه وهو يحبها. يما شو تحبه؟ اقولك الريال بريله والقبر تقول يمكن تحبه؟ وبعدين الكل يدري ان الريال عقيم. صدق والله توني ادري بهالمعلومه. ادري واحسن. أنا ما أبي حد يشاركني، أنا مالي خلق عيال ولويا عوار راس. بعدين أنت تدري كل إنسان ولا مرحلة مؤقتة. ما رده يعني ماني قايلة، وبيكون كل الحلال أنا بروحي. ما هقيتك إدانية لهالدرجة وتحبين الفلوس؟ شنو؟ لا لا أحب شنو؟ أحب شنو؟ الفلوس؟ وأنت حضرتك شنو تحب؟ ما تحب الفلوس؟ أذكرك؟ أنت ليش متزوج منال؟ عشان شنو؟ مو عشان الفلوس؟ من اللي كان قاعد هناك يترجاني يساعديني؟ مو عشان الفلوس؟ ونفترض إن كلامك صح. على الأقل منال من عمري وجيلي، ومو عيب إن الواحد ياخذ واحدة غنية عشان يستفيد منها. لكن العيب إنه يبوقها ويبوق فلوسها. لكن أنا اهتميت فيها واهتميت بأبوها وجابت حالها في الشركة. اهتميت بحلال ابوها ولا بكت حلال ابوها؟ واهتميت بابوها ولا نصبت على ابوها؟ منال لو تدري بكل هذا ايش راح يصير؟ باي ما اتخيل. نوف من الاخر ما راح تتزوجين هالريال. يما شاش بالموضوع؟ والله يما انت ادرى بمصلحتك وشرشورك. سمعت؟ شرشوري. على العموم ريال بدي قالك باكر اذا ترحب فيه اهلا وسهلا. وانت مرحب فيه، انا عرسي الاسبوع الجاي. اي تبون بطايق دعوه؟ ولا اقول بعطيك حقك لانك اخوي بس، لان زوجتك قثيثه ما تنبلع. وسكر الباب ورا. في اعتراض؟ لا يما، اللي تشوفينه. فواز فواز
فواز. فواز. فواز أقع كلمك. فواز إيش قاعد تسوي؟ قاعد ألم هدومي مثل ما أنت شايفة. ليش؟ أنا شنو سويت؟ أنت ما تدرين أنت سويتي؟ أنت ما احترمتي ريلك يا مدام. ما احترمتي رغبتي لما قلت لك أنا ما بيكون في عيال بيننا. قمتي سويتي كل شيء على كيفك، ولا كنا أنا لي راي. مو أنا مالي راي عندك، مو قراراتك قاعد تاخذينها بروحك. خلاص خليك كذي، وخلي اللي ببطنك ينفعك، خلي ولدك حقك، أنا ما أبي. فواز هم الأمر صار أمر واقع خلاص. ما له داعي اللي قاعد تسويه ترى. تبيني أذبح لي أهل؟ ترى هذا روح بغض ربك شذيفة. فواز فواز زين اهدى اهدك. زين خليني 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 أكمل. خليني أتكلم معك عدل. اسمعني. ايش قاعد أقول لك؟ فواز فواز زين اسمعني بس دقيقة. لا تتسرع لا تتسرع. ما تبيني غضب ربي. فواز فواز دقيقة اسمعني. فواز يلا. هلا 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 خالتي. هلا هلا صباح الخير يمه. هلا حبيبتي. هلا هلا امي. صباح قاعده مبكر عسى ما شر. اي يمه انا متعمده اقعد مبكر. ابي اوصيك وصيه قبل لا تروحين دوامك. بعد عمري خالتي والله حرجتيني ما اعرف شنو اقول لك. حبيبتي تعالي 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 خلينا نسولف وياك. تعالي امي. انا ادري انك انت اليوم اول يوم تداومين فيه عقب ترقيتك. اول ما تدخلين يا يمه المكان تسمين بالرحمن، تقرين المعوذات يا يمه وآية الكرسي، لأن أدري في أكو ناس حاقدة، ناس تبي تسوي أي شوشرة، تبي تسوي أي حركات، ولا كأنك تشوفينهم ولا تلتفتين عليهم. خيرتك بالتعودين على المكان وبالتعودين عليهم. شويش تطالعيني؟ لأني كنت خايفة أن أم زوجي ما تحبني وما تكون لي أم ثانية. يا بنت الحلال شو هالحكي؟ الله يهداك. قومي يا قومي قومي لا تأخرين يا يمه. قومي يا حبيبتي قومي. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. حافظك الله يا حبيبتي. ديري بالك. بعد عمري خالتي الله يحرمني منك. يلا حبيبتي سلمك. سلم عمرك حبيبتي. مع السلامة. الله الله يا ام سلمان. الله على مشاعرك اللي كلها دلال وحنية. تتطنز يعني ولا شنو؟ لا يما ما تطنز، بس شايفك ما شاء الله 24 ساعة مدللة مرت فيصل وداقره مرتي 24 ساعة وهم مدللة مرتك. بعد ايش تبون اكثر من كذي؟ شايلتك وحايفتك حوف انت ومرتك وولدك الصغير. يعني بالله انتوا اللي طلعتوا ورحتوا الدوام منو اللي شيل ولدك؟ مو انا ولا شو السالفة؟ لا يما بس بصراحة انت دائما تدورين الزلة على هالة وتصيدين عليها. انا ادور الزلة؟ اخاف ان هي زايدة العيار. مدرستك شوية زايد اكثر. بس هذا الحكي مو حكيك انت، حكي اللي فوق يا يمه. سلم عمرك يمه. روح روح دوامك. روح روح لا تاخر. روح يمه بعد عمري لا تظلمينها ترى بنت اختك وملحمش ودمك يا يمه. انا اقول روح دوامك لا تاخر ويخصمون عليك. وراك حفاظات يا يمه. يلا 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 امي يلا يلا مع السلامه. سوالف الحريم لا تدخلون فيها. يلا يقول لي مرت اختي. والله العظيم بنت اختي وبنت اختي ولا شنو سويته؟ ماخذ عصايه وطق فيها؟ حكي فاضي. دلال امي امس سحبت مني التليفون ومو عارفه شنو اسوي. لو تشوفين حاله اخوي وايد متضايق. امه تكلمته وقالت له خلي امك تكلمني. انزين ايش قالت؟ خالي تكلمها فتح معاها الموضوع. بصراحه اخوي كلمها بس عصبت عليه وقالت له لا تخرجت واشتغلت بالاول تعال كلمني عن البنات انت بعدك صغير. يعني الحين شلون؟ ما راح اتكلم امي؟ راح اطلع صغيره قدامها؟ اخوي قال بس تفهم الموضوع وتستوعب بعدين بيكلمها. لا تحاتين يا مي اخوي يحبك. حبيبتي مي ايش فيك؟ انا قلت لك اخوي يحبك لا تضايقين. اقول لك يا نيت يقول لي ابيها على سنه الله ورسوله لا مخلص دراسه ولا يشتغل ولا شيء. قلت له اسمعني عدل مو حسبالك إنها يتيمة وتقدر تلعب عليها. لا عندها أم عن ألف ريال
لا واخذت التليفون بعد من ميوم. بس ايش دعوة عاد بياخذها هذه؟ ايش بعتي بالثانوية كفو تتزوج هذه؟ فيصل على شنو تضحك؟ واحد مرة بعتز لي نكتة وضحكت. لا الظاهر انت كلش مو معي. على العموم انا عندك، انا رايحة المكتب. ايش في متغير؟ احسه صاير بارد. كنا مال خلقي. يا ترى بدا يميل لها؟ لا 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 مستحيل. مستحيل يتخلى عني عشان أي وحدة ثانية. من زمان ما لبست وكشخت كذي. أنا صدق تغيرت. تغيرت لدرجة إني مو عارفة نفسي الحين. هذه أنا؟ آمال الناجي اللي كانت؟ ولا آمال الناجي اللي صارت؟ صارت مطلقة وأم تربي ولدها وحيدة. كل شيء تغير في حياتي. لازم أبدي أتعلم أعيش حياة جديدة من غيره. دير بالك عليهم عاد بالطريق. شوي شوي لا تمشي حيل. سرعة ما في. إيه دير بالك. وصلهم وترد. وبعدين ترد لهم مرة ثانية. إن شاء الله. يلا يبقى الحين نروح شغل السيارة على مايون. يلا. يه 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 يه. إيش هالجمال؟ هذه أمول؟ ما شاء الله. على علمك حلوة. وعليك بعد يبا. يلا يبا. الله يحفظكم. ديروا بالكم في الطريق. إن شاء الله. لا تأخرون يبا. إن شاء الله. يلا. اعتقد انه عيب ولا مشكله انه هي تشوف ولدي. واللي بيشوف ولده ما يعرف يدق ويتصل قبلها؟ هذول اذا ناس غرب. بس انتوا اهلي. وهذا بيت عمي. لا حبيبي، هذاك اول، هذاك اول كان بيت عمك تدش وتطلع على كيفك. انت الحين طليق بنتنا، يعني مو بكيفك تدش الحين عندنا. حط هالشيء براسك، لو بغيت تشوف ولدك ثاني مره دق قبلها. يلا ركب السياره قدامي. يلا واقفه ايش فيك متنحه؟ فواز هي
فواز. أنا آسف. اكتشفت إن مالي غيرك. ما يش فيها؟ كلها مادة بوزها وقاعدة بغرفتها. علمين يا يمه، علامها. ما هي سالفتها سالفة. ما هي علاماتها ودرجاتها بكل المواد نازلة. فأنا أخذت منها الموبايل عشان كذي زعلانة. أوه زين سويتي فيها. إيش فايدة هالموبايل يا يمه؟ تضيع وقت وما يخلي البنات يدرسون. وبعدين يا يمه كله قرقرة وكلام فاضي. سمعيني زين، قولي لها إذا تعدلت درجاتك برد عليك الموبايل. أنا لازم أبيها تعرف إن كل اللي قاعدة أسويه بس أبي مصلحتها. يا ريت البنات بس يعرفون إيش كثر أمهاتهم يعانون في تربيتهم. يما شنو يعني عانون؟ شنو يعني شنو؟ عانون. عانون. عانون يعني. حلوة. تعالي تعالي. يا حلوة، قمر هالبنية، قمر، كلهم قمرات. الظاهر نسيت التليفون بالحمام، ان شاء الله ما حد ماخذه. ابي ما هذا وقت عاد، احنا بروحنا متاخرين. ما يخالف، خلنا اروح اشوف التليفون. لقيته. خالتي سناء، شلونك؟ شو اخبارك؟ عرفتيني ولا لا؟ هلا حمد، أكيد جاي تنطر أمك. إي والله يا ناطرها على ما تخلص بس عشاها وتطلع لي. إي أحلى لها، شفتها مساء عند البوفيه. وشلونكم بعد خالتي؟ شو أخباركم؟ الحمد لله، أنت شلونك؟ والله الحمد لله بخير. تبون شيء خالتي؟ تبون أوصلكم؟ ترى حاضر ما عندي شيء. لا لا ما له داعي، السايق موجود الحين نخليه بالسيارة. يعطيك العافية. الله يعافيك. سلم على أمك. يوصل إن شاء الله. يلا يمه.